زيارة الأربعين مستمرة والمؤامرة مستمرة. الفوضى في العراق مطلوبة أمريكيا ولكن تحت السقف النووي. لماذا لن تصبح كردستان العراق دبي؟ ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم، ونحن نحيي مراسم زيارة الأربعين. زيارة الأربعين مستمرة، الجماهير تتدفق لإحياء هذه الشعيرة كما في العادة، كما في السابق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. وإن لم يحصل المسلمون على شيء من هذه الفوضى التي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، فمما يحمدون الله عليه ويشكرونه أنهم يستطيعون الآن أن يمارسوا طقوسهم فيما يتعلق بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا في عاشوراء وفي الأربعين بحرية، على الرغم من الكثير من المعرقلات والمعوقات ومن التحديات التي فرضت عليهم لكي يتم تحديد أو تقييد أو التأثير على هذه الزيارة ونتائجها. لقد تبين للجميع وخصوصا للمحور الأمريكي الصهيوني السعودي، وتحديدا السعودية والوهابية بشكل عام، تبين أن هذه الزيارة لها تأثير كبير على صناعة رأي عام عربي إسلامي محلي عالمي، حتى فيما يتعلق بقضايا الإنسان، هذه البشرية المعذبة التي يراد لها أن تنتقل إلى شاطئ الأمان وإلى بر الأمان بواسطة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك فإن هذه الزيارة تواجه تحديات كبيرة كما تعلمون، ومن هذه التحديات بالتأكيد العراقيل التي توضع أمامها، وأيضا أو أمام الزائرين الذين يأتون من خارج الحدود، من خارج العراق، لكي يحيوا هذه الشعيرة ولكي يلتصقوا دائما بالحسين عليه السلام وبمبادئه التحررية وبرفضه للظلم وبدعوته العامة للإصلاح. أحبائي، الإمام الحسين عليه السلام عندما ثار ورفع شعار الإصلاح لم يكن مشاركا في حكومات حكومات بني أمية على الأقل، لم يكن جنديا، لم يكن جزءا، لم يكن سياسيا، لم يكن واليا، لم يكن لديه أتباع موالون له يعملون في نظام بني أمية، لا في خلافة معاوية ولا في خلافة يزيد. فهو إذن ثار لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون، ولماذا طبعا هذا السؤال أيضا يطرح، لماذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنذ صبا الإمامين الحسن والحسين، منذ أن كانا طفلين صغيرين، كان يكرر باستمرار في مواضع ومناسبات مختلفة الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ لأن الزيارة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام وخصوصا الإمام الحسين، لقد خص بزيارة لافتة لم يختص بها أحد الأئمة ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي زيارة الأربعين. طبعا لا أتحدث عن الفضل، لا فضل أو لا، يعني الرسول محمد خاتم الأنبياء سيد البشر أفضل الخلق، ولكن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين، هنا المعادلة تكون واضحة، أن أو الحسين مني وأنا من حسين، فزيارة الحسين عليه السلام هي بالنتيجة زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تؤدي إلى كل المضامين التي يحصل عليها الزائر. لكن الأربعينية خصت للإمام الحسين، تميز بها الإمام الحسين عليه السلام. من هذا الواقع فإن
المسلمين بشكل عام والشيعة. الشيعة عندما أقول الشيعة أنا أتحدث عن المسلمين الشيعة وهم المسلمون السنة، لا أنا لا أعترف بهذه التسميات التي تطرح في واقعنا لأنها تسميات وتفريقات طائفية سنية يعني سياسية. التسنن لرسول الله يعني التسنن المحمدي، العمل بسنة رسول الله اللي هي قول وفعل وتقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو أوصى بالأئمة من بعده بدءا من الإمام علي عليه السلام وانتهاءا بالإمام الحجة صاحب الأمر صاحب الزمان المهدي المنتظر الذي إن شاء الله سيظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. من هذا الواقع تحديدا فإن التمسك بزيارة الإمام الحسين هو تجسيد للتسنن المحمدي والتشيع العلوي، وأيضا هو تمهيد لظهور الحجة الإمام صاحب الزمان. لذلك فالمؤامرة مستمرة على هذه الزيارة. أنا لاحظت في وسائل الإعلام، على فكرة وسائل الإعلام الغربية منذ قيام هذه الزيارة، منذ حتى في أزمنة الخلفاء السابقين، ولعلكم يعني هذه القصائد الحسينية التي تسجل في الواقع ذلك التراث وذلك التاريخ بكل تفاصيله. مثلا هذه يا حسين بضمائرنا، راجع يا حسين بضمائرنا، ستجد فيها معاناة المسلمين الشيعة بشكل خاص الذين يقدمون ويريدون أن يحيون زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وفي مواجهة محاولات قطع هذه الزيارة، منع هذه الزيارة، التصدي لهذه الزيارة. فبعد 2003 بعدما تبين لهؤلاء أنه هذه الزيارة أخذت طابعا مختلفا عما كانوا يتوقعونه، هو نفس الطابع، هي الزيارة لديها مضامين ولديها أهداف، نفس الأهداف التي أمر بها أهل البيت عليهم السلام، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. فوضعوا العقبات والعراقيل. وسائل الإعلام الغربية العربية المحلية التي تمشي في هذا الركب حاولت دائما تشويه هذه الزيارة، أولا من خلال التقليل الأعداد، الحديث بطريقة تحاول دائما أن تطمس معالم هذه الزيارة، التركيز على بعض الظواهر غير الطبيعية والمفتعلة. وأنتوا شفتوا هسه في الآونة الأخيرة بدأت تكثر مثل هذه الحوادث المفتعلة، وسائل الإعلام تكبرها، يطلعوا لك شباب يجيبون شباب، بعدين تبين أنه لا يقف خلف هؤلاء جهاز، أكون منظومة كبيرة تشتغل خلف هؤلاء اللي هم شباب مساكين، يجيبه ويقول له مثلا أنت ليش جاي تزور، والله يقول له أنا جاي أزور لأني جاي أمشي ورا صاحبتي، أو مثلا يجيبوا لك عمامة وهذه العمامة مشوهة وتعمل على تشويه عمامة رسول الله وتشويع كل مؤسسة، المؤسسة الدينية، الجامعة الدينية، الحوزة الدينية، وأيضا تحاول أن تعطي، وخاصة هسه في شوف أنت في يعني خلال فترة زيارة الأربعين طلع لك واحد من المعممين الذين الإمام الخميني يسموهم هؤلاء المعممون المزيفون، يقول روحانين ما المزيفون، يعني يلبس العمامة لكن هو معمم مزيف، ووسائل الإعلام تكبره وتحاول تظهره كأنه هذا يمثل الإسلام المعتدل، يقول أنا جاي أجيب إسلام معتدل فمن الطبيعي يحاربوني. شنو الإسلام المعتدل؟ هو لا يوجد شيء اسمه إسلام معتدل وإسلام متطرف، الإسلام هو الإسلام المحمدي الأصيل، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. كل الأنبياء جاءوا بمنظومة خلقية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالطبع الأئمة الذين يأتون من بعده لإتمام منظومة الأخلاق، نظام أخلاقي رفيع، يجون هؤلاء لتشويه هذه المفاهيم ويستغلون زيارة الأربعين تحديدا لأن فيها مضامين كبيرة، وفيها أصلا زيارة الأربعين
تحولت إلى قوة هائلة ناعمة، ليس فقط للمسلمين وليس فقط للشيعة وليس فقط للعراقي، وإنما لكل الإنسانية. وشفتوا هذا المؤتمر الكبير الذي استضافته كربلاء المقدسة، وجاي لك سبحان الله أحفاد حفيد غاندي، حفيد نيلسون مانديلا، أبو محمد الدرة، وهذا الرموز كثيرة من مختلف الطوائف بل من مختلف الأديان، لأن الحسين هو للإنسانية. الحسين بن علي، علي الذي قال إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لهذا تتعرض هذه الزيارة إلى مؤامرة، وهذه المؤامرة مستمرة. بالعربي يجون يشوهوها بشكل، وبالفارسي باللغات باللغة الفارسية القنوات الفتنة الفارسية التي تقف خلفها المؤسسة الوهابية في المملكة العربية السعودية وأجهزة مخابرات كبرى ومعروفة، وأنا أعرف تفاصيل عن هذه القنوات بحكم تخصصي، أيضا تعمل وتريد أن تشوه هذه الزيارة وتريد أن تقلل من تأثيرها في نفوس الزائرين، وتريد أن تدق إسفينا بين الشعبين أساسا، العراقي من جهة والإيراني من جهة، على خطى ما فعله نظام صدام عندما شن الحرب العبثية المجنونة على الجمهورية الإسلامية وعلى الشعب العراقي، لدق إسفين بين الشعبين وتحديدا بين الشيعة هنا والشيعة هناك والشيعة هناك. ومن فضل الله علينا هذه السنة تتزامن زيارة الأربعين مع ذكرى تلك الحرب العبثية المجنونة، ولنا حولها حديث آخر. ابقوا معنا. الفوضى في العراق مطلوبة أمريكيا لكن تحت سقف المفاوضات النووية. أحبائي، لاحظتم في الفترة الأخيرة زيارة لافتة لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى العراق، تزامنت مع أحاديث كثيرة عن إمكانية أن يشهد العراق مجددا فوضى مرة أخرى على غرار ما حصل في فتنة الخضراء، وهنالك تعبئة الآن تجري على قدم وساق لكي تصبح هذه الفوضى إلى انفجار كبير وحرب أهلية كبيرة، كما ذكرت إحدى الدراسات تحت عنوان هل العراق على شفا حرب أهلية جديدة. هذا وهذه واحدة من الدراسات التي تقدم من قبل باحثين متخصصين يعملون وفق المنهج الأمريكي ولترويج السياسة الأمريكية، ويساهمون في صنع القرار الأمريكي في العراق تحديدا. يعني مثلا هذه زميلة أولى ومديرة برنامج حوار المسارات الثاني وحل النزاعات في معهد الشرق الأوسط. المقال كما قلت لكم هذا مثال واحد من المئات إذا مو الآلاف. هل العراق على شفا حرب أهلية جديدة؟ تقول إنه كان يعني خلال الأيام الماضية كان العراق على حافة حرب أهلية، بس المرجعية كما هي تقول حالت دون أن ينزلق العراق في هذه الحرب الأهلية. والآن غيرها وغيرها وغيرها، ولاحظتم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولاحظتم حتى بعض من ينتسبون أو من يعتبر نفسه من قادة تشرين أيضا يروج لمظاهرات ويقولون علنا أن خلفها سفير الدولة الفلانية، سفير الدولة الفلانية، وبعضهم يتحدث علنا عن السفير البريطاني في العراق، ولا يوجد تكذيب بل يوجد إصرار من قوى سياسية محلية انخرطت في العملية السياسية منذ فترة، منذ قيام هذا النظام السياسي الجديد، هي أيضا تحث على هذه الفوضى السياسية عبر تغريدات، عبر تعليقات وتصريحات. أنا أستطيع أيضا أسميها هذه الفوضى التغريدات، لأن مع كل الأسف يعني الحكومة العراقية، الدولة العراقية بشكل عام، الأجهزة أو الجهات المعنية
لا تقوم بدورها كما ينبغي، وانت لازم سد الذرائع اولى من جلب المنافع. هذه قاعدة معروفة. انت من تشوف انه بعض التغريدات وبعض المغردين، مغردين واسمائهم معروفة، يروجون للعنف علنا، وهؤلاء يجب ان يتم التعامل معهم وفق القانون. وابسط شيء يا اخي في المملكة العربية السعودية، تغريدة تساوي الاعدام، تغريدة تدعو للاصلاح تساوي الاعدام، تغريدة تؤيد مظاهرات فلسطين، تؤيد فلسطين تساوي الاعدام. انت يجي مو بس يغرد، يغرد ويطلع على التلفزيونات في قنوات فضائية ويقول ها ما دام المحكمة الاتحادية رفضت دعوى حل البرلمان، موعدنا على القضاء، تهديد القضاء، احتلال القضاء بعد الأربعين، النوبة صارت الأربعين فزاعة خراعة خضرة، وكأن هنالك قنبلة موقوتة يريدون يفجروها بعد الأربعين. يا بمسوين فضل، احنا الآن ما مسوين شيء، لأنه بعد الأربعين راح ننتظركم بالحلة. من كانوا كنا أطفال ويتعاركون الأطفال بالمدرسة، والله انتظرك بالحلة بعد الأربعين، مع ملاحظة أنهم حتى في الأربعين قاعدين يمارسون تشويه وتضليل وتحريض وعنف، والبعث موجود. يكذب بل يتآمر على العراق من يقول أن البعث ما موجود في العراق. حزب البعث الصدامي، ها هذا حزب البعث فرع صدام حسين، وأنا من هنا أحيي الأخوة في الحشد الشعبي على إجهاضهم مثل هذه المشاريع واعتقالهم شبكة من. والآن بالمناسبة هاي الشبكة البعثية اللي تم اعتقالها أكو ضغوط من دول في المنطقة للإفراج عن هؤلاء، كما مورست ضغوط على بعض الذين اعترفوا بقتل الناشطين وتم اعتقالهم واعترفوا أنهم ينتسبون إلى وين وين. لا، يريدون يخلون الشبهة السابقة التي أثاروها حول الحشد الشعبي وحول فصائل في المقاومة بقتل الناشطين تهمة زائفة، فلا حتى الإعلام لا يتحدث بهؤلاء عن هؤلاء. فهذه الآن الذي يجري حاليا في العراق الآن حاليا هو تحشيد وتحريض على فوضى جديدة يريدون أن يشهدها العراق بعد زيارة الأربعين. الولايات المتحدة الأمريكية تقف على رأس هذه التحشيدات وهذا التحريض، مع ملاحظة الولايات المتحدة ونحن نقول الآن منخرطة في أزمة أوكرانيا، ونحن على أعتاب الشتاء، والناتو والأوروبيين عندهم مشاكل رهيبة في دولهم. سيجي الناتو اليوم يهدد بالاستناد إلى المادة الخامسة من نظام الناتو، يهدد الجمهورية الإسلامية، باعتبار المادة الخامسة تقول أي دولة من أعضاء الناتو تتعرض لهجوم مهما كان نوعه أو اعتداء، فالناتو يحق له أن يشن هجوم على هذه الدولة المعتدية ولو استخدم الآلة العسكرية. هو يقدر يخلص نفسه من أوكرانيا الناتو يا بليش؟ بذريعة اتهام أن إيران اخترقت منظمة إلكترونيا، ها منظمة مجاهدي خلق الإرهابية. لحد البارحة الولايات المتحدة كانت تصنفها منظمة إرهابية، بعدين بقدرة قادر شالوا هذا التصنيف لكي يستخدموها ورقة ضد الشعب الإيراني وحتى ضد الأخوة. تذكرون في العراق أيام الانتفاضة، ويذكرون الأخوة الأكراد في كردستان كالأردشت وغيرها مجازر ارتكبها أعضاء في منظمة مجاهدي خلق. فأقول يعني هذا الكلام الآن الولايات المتحدة قاعد أيضا هي منخرطة في هذا، ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف وصلت إلى العراق وزارت العراق في
ما أقول أول انخراط، لا لا، يعني أبرز انخراط أمريكي بعد الحديث في الأزمة العراقية، طبعا بعد الحديث عن تعثر ربما في ملف المفاوضات الإيرانية مع القوى الغربية وروسيا والصين. شنو معناها؟ معناه والكلام اللي تحدثت به باربارا، والتحذير من انهيار أمني والتحذير من حرب أهلية، ونقلت رسائل مرعبة كما كانت تفعل السيدة بلاسخارت وسفراء أمريكا وبريطانيا قبل الانتخابات المبكرة الماضية، الوضع الأمني لها شو، الوضع الأمني لها شو. تذكرون بلاسخارت كانت متحفية وقاعدة تدور تروح الأم المرحوم إيهاب الوزني اللي بعدين ثبت منو اللي قتله، إيهاب الوزني لا علاقة له بقاسم مصلح وغيره وغيره، وشون يحشون الأمن العراقي هش وهش، كان يخوفون من إجراء انتخابات مبكرة. الآن هاي هم قاعدة تهدد بهذا الوضع الأمني، وحتى تهدد بتدويل الأزمة العراقية وبالمجتمع الدولي. بس شو يريدون؟ يريدون فوضى تحت سقف المفاوضات النووية. إذا نجحت المفاوضات، لا احنا ما نريد فوضى. إذا ما نجحت المفاوضات أيضا احنا نريد فوضى للضغط على إيران من وجهة نظرهم، وإيران عندها حلفاء في العراق وكذا، بس يجب أن تكون هذه الفوضى تحت السيطرة. من يقول بنتصير فوضى راح تصير تحت السيطرة؟ وهي المصيبة إذا عمت فتعم، إذا حصلت في مكان ما فستعم. وهذا اللي هاي تجربة بروفت فتنة الخضراء وما لحقها من فتنة البصرة، هذه بروفة. لكن بالتأكيد على القوى الواعية، الحشد الشعبي، فصائل المقاومة، أنا أعتقد يعني هم مو من السذاجة بمكان تمر عليهم مثل هذه التحريضات مرور الكرام، لأن الإصبع دوما على الزناد. ما دام هنالك استكبار، وما دام هنالك شيطان أكبر، وما دامت العلاقة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأخرى وخصوصا العراق، إيران، دول المنطقة، هي علاقة الذئب بالحمل حمل، فبالتأكيد يجب أن يبقى الإصبع على الزناد. وليفهموها أنه الجمهورية الإسلامية مستعدة. شنو الصفقة النووية؟ ما في داعي. الصفقة النووية وحطتها على الرف، صارت صارت، ما صارت ما أريدها. الآن علاقات إيران مع دول مثل الصين، مثل روسيا، عضوة في منظمة شنغهاي، البريكس، هاي الدول، البرازيل، الهند، الصين، إيران هم راح تنضم إلها، جنوب أفريقيا، دول تشكل أكثر من ثلث العالم سكانيا واقتصاديا، أكثر من 40% من اقتصاديات العالم بإيدهم. شنو الاتفاق النووي؟ فلا يبتزون ايران بالاتفاق انه والله حتى شنو احنا نحقق اهدافنا في العراق. وعلى احكيها بكل صراحه، احنا عندنا يعني علاقه طيبه بالجمهوريه الاسلاميه، وهاي الزياره الاربعينيه تؤكد هذا المعنى. ايران والعراق لا يمكن الفراق. فايضا اصدقاء الجمهوريه الاسلاميه، حلفاء الجمهوريه الاسلاميه، بل كل من يريد ان يعمل على شعار العراق اولا، يجب أن تكون لديه علاقات أولية مرجحة مع الجمهورية الإسلامية التي وقفت معنا في ساعة العسر. أصلا الجمهورية الإسلامية وقفت مع العراقي بعد حرب صدام عليها، وبعد غزوه للكويت وقفت مع العراق. والكثير من الشواهد، بعض الشعب العراقي تحدت العقوبات الدولية التي كانت أممية مفروضة على العراق، وساعدت الشعب العراقي ووقفت مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، وقدمت خيرة شهدائها وخيرة قادتها للدفاع عن العراق. نعم، الدافع عن نفسه باعتبار نحن كلنا في المفهوم العقائدي نحن أمة واحدة. الإسلام لنا دين، أضحى الإسلام لنا دينا، كما يقول إقبال لاهوري الباكستاني الهندي، هو هندي الأصل. وجميع كوني لنا وطنا. ابقوا معنا. لماذا لن تصبح كردستان العراق مثل دبي؟ طبعا هذا عنوان فرعي، لماذا لن تصبح كردستان العراق دبي؟
عنوان فرعي في مقال مفصل تحت عنوان كبرياء بارزاني قد يفك قبضته الحديدية على كردستان، يعني الكبرياء قد يفك هذه القبضة الحديدية على كردستان، يعني يؤدي إلى نتائج عكسية. مقال كتبه المؤرخ الأمريكي الاستقصائي مايكل روبن، وراح أخلي خلفي في الجرافيكس من هو مايكل روبن. هذا واحد من الكتاب المؤرخين الأمريكان الذي يكتب للأمريكان، لصناع القرار الأمريكان، يعني مو يكتب إلي وإلك حتى أنت مثلا شوية تقولي والله هذا يعني ينسجم ربما مع ما أفكر به، لا، وينصحهم، ينصحهم، يقدم لهم نصائح كيف يتعاطون، لأنه يعني عنده تخصص وعنده ملاحظات جيدة وعنده متابعة جيدة لما يجري في منطقتنا وتحديدا في العراق، وزار العراق وزار النجف وصارت عنده معلومات جيدة أنا من خلال متابعتي إلى هذا الرجل مايكل روبن، احفظ هذا الاسم جيدا. مايكل روبن وغيره من السياسي أو من المحللين أو الكتاب والاستقصائيين الذين يتحققون من المعلومة أو من المادة قبل أن يطرحوها للرأي العام، لفت انتباهه هذا التركيز الآن من قبل الأخوة في كردستان العراق ومن غيرهم من الناس، من تحكي رسن يقول لك انتو سويتوا، انتو سووا مثل كردستان، واحنا سوينا كردستان إلى دبي، أربيل مثل دبي، كردستان صارت مثل الإمارات من حيث العمارة ومن حيث الاقتصاد، وتعال وجيب ليل واخذ عتابة. يطلع واحد يحكي حتى من الذين هسه قاعدين البعثيين، ها، والمطبعين بعثيين ومطبعين مع الكيان الصهيوني، وبعضهم ارهابي مجرمين ارتكبوا جرائم، واحد منهم سلابه، يعني ماكو ذول تذكرون سواق الشاحنات اللي كانوا يقتلون على الطريق بين سوريا والعراق، سواق الشاحنات من العراقيين ومن غير العراقيين يلزموهم ويقتلوهم وياخذون شاحناتهم ويسالوهم اذا تذكرون، تعال قل لي صلاة الصبح ايش قد وكذا، واحد منهم الان موجود على في اربيل ويطلع دائما 24 ساعة في القنوات الفضائية محرض، ها، ويهدد. هو اللطيفة يعني محسوب، بس احنا ما نريد نحكي طائفيا، محسوب على التسنن الاموي هكذا اقول، مو التسنن المحمدي لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، حال حال بقية الذين يعادون العراق. ويجي يزامط بمين؟ يزامط بالشيعة، راح يجيكم الشيعة الفلاني ويذبحكم ويقتلكم، هو بعثي، بعثيين من النظام السابق، هؤلاء موجودين قاعدين في كردستان العراق، ومن يحجون ما سويتوا البصرة والجنوب مثل دبي، أوكي، كلمة حق يراد بها باطل، بل كلمة باطل يراد بها باطل. يجي يعرض الاخ مايكل روبن يقول ترى هاي اللي تشوفوها كلها في كردستان، واحنا نتمنى تكون افضل من دبي، انا شخصيا اتمنى ان تكون كردستان اربيل المدن الكرديه افضل من دبي ومن الامارات، شو المشكله؟ بالعكس احنا نريد. لكن يقول هذا كله ترى كلام في هواء، ماكو هواء في شبك، ويجي يذكر تفاصيل. يقول اولا دبي جيرانها غير جيران كردستان، هاي مسألة مهمة، ها، بس يقول يعني لو أقرأ لكم حقيقة مؤلم، يقول لكن كردستان العراق ليست دبي، أولا لها جيران مختلفون، تشترك الإمارات العربية المتحدة في حدودها مع عمان والسعودية ولها منفذ على البحر، كردستان غير ساحلية، هو يضرب ضربة، وهي محصورة بين إيران وتركيا وسوريا وكذلك بقية العراق. فإذا كردستان لا تستطيع أن تفعل ما تفعله دبي حتى في السياسة، بس هاي اللي تشوفونه هذا لأنه ضعف بالمركز، هذا من تصدير النفط إلى الكيان الصهيوني، وجود الموساد، التعامل كدولة مستقلة لأن المركز ضعيف، ولا بالإمكان هذني يعني هذا يعني هذه الحدود تخنق كردستان، ولهذا كردستان لم تتمكن من تنفيذ نتائج
الاستفتاء والانفصال. هاي اثنين بنفس القدر من الأهمية، بينما كانت هذا الوتر حساس، بينما كانت الروابط الأسرية تهيمن على دبي، يعني دبي تحكمها عائلة ما يخالف، لا تحكم كل أسرة بنفس الطريقة، يقول مثلا الأسرة في دبي تحكم بطريقة، الأسرة في الشارجة تحكم بطريقة، بس هم ما يبوقون كل، يعني أنا ما أقول يبوقون أعوذ بالله، يقول تهيمن عائلة كذا، أكون دقيق، يقول أدرك أن الإفراط في الجشع يمكن أن يخنق تكوين الثروة، على عكس النخب الحاكمة الكردية العراقية يدركون أن الثروة تأتي من توسيع الكعكة بدلا من نهبها ببساطة. يعني يقول اللي في كردستان الكعكة كلها لهم للآن، ويجي يذكر تفاصيل للأسرة، بينما يقول في دبي لا، الكعكة يوسعوها يعطون للناس يعطون للآخرين. بعدين يجي يقول هسه انتم خابصيننا بكردستان، وكردستان تشبه دبي، يذكرك بقوافل القتلى الغرقى في بحر المانش، البحر الانجليزي، القناة الانجليزية يسموها، الزوارق المطاطية، لحد قبل كم يوم 70 كردي، طبعا وسائل الاعلام شو يقولون؟ اكراد من ايران، هم اكراد من العراق، من العراق، يذكرك بالأزمة اللي وراح تتكرر قريبا، الأزمة على الحدود البيلاروسية البولندية، الأكراد الذين هاجروا إلى تلك المنطقة ومات منهم من مات وقتل من قتل منهم على يدات على رص يد القناصة والجنود البولنديين. زين لو كانت أربيل وكردستان مثل دبي، لماذا يهاجر هؤلاء؟ بس حتى هؤلاء من يروحون يسألوهم، هو يذكر هذا الرجل يقول احنا هاجرنا ما مو فقط مو بس لانه اكو قمع سياسي، لا، بل هنالك ايضا هذه الكعكة ياخذها جزء من الحاكم من الحكام مع الاسف يعني. فليش تجون تقارنون لي؟ انا ما اقول لك، انا طبعا احمل السياسيين، وانا ابن البصرة اللي تدفع أكثر من 95% من ميزانية العراق من عدها من نفطها، وما عدها ماي، وما عدها كهرباء، وما عدها بنى تحتية. نعم نحمل الجميع، كل من ساهم في الحكم منذ 2003 إلى الآن هو يتحمل هذه المسؤولية. زين ليش تجي الآن أنت هذا غيره وغيره وغيره يحكي، ليش يجي التركيز على أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجزء فقط من، مو كل الشيعة، جزء من الشيعة، جزء من الشيعة الذين شاركوا في السلطة، مو الأكراد شاركوا، بعدين هو وغيره وغيره يذكروا لك، زين مو سنة السلطة شاركوا، مو الكعكة تقسمت على هؤلاء، إذا نحكي بلغة الكعكة كما يقول، الكل شارك، إذا كان أكو نجاح فالكل في النجاح شريك، وإن كان هنالك إخفاق فالكل في الإخفاق شريك. فلا تجي تعيرني بدبي وتقول أنا كردستان مثل دبي، لا، يقول لن تصبح مثل دبي، لن، ويذكر أسباب كثيرة منها اللي قلت لكم إياها، موضوع الهيمنة الأسرية، وبعض الأخوة من إخواننا الشيعة يتحالفون معهم لإقصاء إخوانهم. هسه تتحالف وهذا شراكة، وانت أمام أمر واقع، الأكراد يجب أن يكون لهم سهم في هذه الدولة على العين وعلى الرأس، بس مو شراكة للإقصاء، مو لكي أذبح الآخرين، مو بس أنا أطلع منها سالم والكل مقصرين من الشيعة، وليسوا من سنة السلطة، وليسوا من أكراد السلطة، ولن تصبح كردستان دبي. في أمان الله.